انطلق وفد نيابي لعدد من نواب كتلة الوسط الإسلامي إلى محافظة المفرق في زيارة تفقدية لمخيم اللاجئين السوريين الزعاتري. شكرا للحقيقة الدولية لتغطيتها لزيارة كتلة الوسط الإسلامي في هذا اليوم، وكم عبر عن التلفزيون الأردني مجدف. وللأسف عدم حضور التلفزيون الأردني لتغطية هذه الحملة الإعلامية. جئنا اليوم لنزور المفرق كما يسميها الشاعر حيدر محمود، هي ملتقى للعشاء الأردنية جميعا، وهي تقدم ما بموسعها لخدمة اللاجئين السوريين. هذا اللجوء السوري الضخم عبء على المواطن الأردني وعبء على الاقتصاد، وجئنا لنتلمس حاجات هؤلاء الناس. في هذا اليوم المبارك توجهت كتلة الوسط الإسلامي إلى زيارة محافظة المفرق، والتوجه إلى مخيم الزعتري في المفرق للإطلاع على الواقع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني الذي يؤثر على هذه المنطقة. نحن الآن يعني بصدد الذهاب إلى مخيم الزعتري للإطلاع على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية، وأنا أقول بأن اللاجئين السوريين بهذا العدد الكبير هو له مخاطر كبيرة على محافظة المفرق. الآن في طريقنا إلى مخيم الزعتري للإطلاع على واقع الخدمات في هذا المخيم. حقيقة أنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعني التعليمي والصحي في المخيم يحتاج إلى دعم دولي وعربي وتفوق إمكانات الأردن وإمكانياتنا المتواضعة. نحن نعلم مدى ضيق اليد في خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الأمر لا يحتمل. فأحببنا أن يكون لنا زيارة ميدانية نطلع فيها على واقع المعاناة أو ما هنالك من مشكلة قد تكون، أو قضية اجتماعية اقتصادية إنسانية إلى غير ذلك. أولا كل الاحترام والتقدير لك ولتلفزيون الحقيقة، التلفزيون الفعال النشيط. الانطباع الأولي حقيقة يعني أنا بدي بس أحكي شغلة، أنه هنالك أزمة حقيقية اجتماعية اقتصادية، لكن احنا الأردنيين ما تعودنا دائما إلا نكون مع الوطن، مع الوطن العربي. احنا ما نتخلى عن عروبتنا ابدا. هنالك ظروف اقتصاديه خاصه الان تعيشها الاردن، مع وجود زي ما سمعنا امبارح اكثر من مليون سوري سواء لاجئ او غيره على ارض الوطن. يا سيدي الله يعطيكم العافيه. والحقيقه بانه الازمه السوريه هي تجاوزت حدود الانسانيه بالنسبه للوضع الداخلي الأردني، أما من حيث الوضع الخارجي حقيقة بأن هذه المسؤولية أصبحت تنظر على صعيد إقليمي وصعيد دولي، وهي من قضايا المجتمع الدولي الآنية. لذلك لابد أن يكون موقف على الصعيد الإقليمي، لابد أن يكون موقف للدول العربية باتجاه الأردن، أيضا لابد أن يكون هنالك موقف دولي باتجاه الأردن. يتعلق خاصة في المياه الجوفية والتلوث البيئي في هذه المنطقة، وسننقل إن شاء الله المطالب والهم والسلبيات كلها فيما يتعلق في التشارك مع الحكومة من أجل حل هذا الموضوع، ونطالب الدول العربية والدول الكبرى بدعم الأردن للوقوف في هذه المأساة الإنسانية التي يعاني منها الأردن لوضعه الاقتصادي المتردي. الوفد التقى محافظ المفرق عبد الله السعيدة الذي قدم شرحا مفصلا حول واقع الخدمات في المحافظة في ضوء تزايد أعداد اللاجئين السوريين داخل المدينة وقراها. بداية احنا حقيقة سعداء اليوم بزيارة هاي المجموعة من النواب الأفاضل، النواب الوطن من أعضاء كتلة الوسط الإسلامي. كل الترحيب والتقدير لكم في هذه المحافظة التي لكم فيها كل الاحترام والتقدير، وهي محافظة مماثلة لمحافظات الوطن التي دائما يعني هي ترحب بنوابها لاستماع لقضايا المواطنين ولنقل أي أمور تتعلق بالمواطن. فأهلا وسهلا فيك وكل الاحترام والتقدير. نواب الوسط الإسلامي واصلوا جولتهم في المخيم، حيث التقوا مدير المخيم العقيد زاهر أبو شهاب، والذي قدم إيجازا حول المخيم والخدمات التي يقدمها للاجئين السوريين، مبينا أن عددهم تجاوز 120 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة السورية ولغاية اللحظة.
العقيد أبو شهاب قال إن المخيم أصبح الآن تحت السيطرة الأمنية رغم المعيقات التي تواجه العديد من المنظمات الإنسانية المقدمة للخدمة، مشيرا إلى أن المخيم يتواجد فيه أعداد كبيرة من اللاجئين والذي يحتاج لمزيد من الدعم الدولي ليتمكن الأردن من القيام بدوره الإنساني المطلوب. وأقر أن هناك مشاكل وثغرات أمنية تسعى الإدارة الجديدة إلى تلافيها والحد منها قدر المستطاع من أجل تحسين الوضع الأمني داخل المخيم. رئيس كتلة نواب الوسط الإسلامي النائب الدكتور محمد الحاج قال إننا جئنا للإطلاع على واقع حال المفرق ومخيم الزعاتري بعد أن تفاقمت أزمة دخول اللاجئين السوريين وبأعداد كبيرة جدا. كتلة الوسط الإسلامي أحبت أن تزور مخيم الزعتري وتطلع على الأحوال والأوضاع الإنسانية والأمنية والاجتماعية التي يعيش فيها هذا المخيم للاجئين السوريين، وكانت بداية الزيارة مكتب عطوفة محافظ المفرق الذي استقبلنا هذا الاستقبال الحافل وشكرا له على ذلك، ومن هنا سنذهب إلى المخيم للاطلاع والكتلة ستعد تقريرا حول هذه الزيارة. النائب الدكتور زكريا الشيخ قال إن هناك عمليات تهريب للخيام من داخل المخيم لبيعها على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية. أنا لاحظت أن هناك بكمات قاعدين بفكوا بالخيام وبحطوا الخيام في البكم وبيهربوها خارج المخيم، يعني عملية تهريب على مرأى ومسمع الجميع، يعني الآن الكاميرا صورت بكمات قاعدة بفكوا بالخيام بحطوها على البكم والبكم قاعدة بتطلع برا وعملية تهريب وأمام الجهات الأمنية، شو القصة؟ النائب الشيخ أشار إلى أن هناك بعض السلبيات في المخيم داعيا إلى تعظيم الإنجازات ومعالجة الخلل، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود تضخيم لبعض الأحداث التي تقع في مخيم الزعاتري. أنا برأيي أنه هناك تضخيم إعلامي لما يجري في المخيم، وهذه دعوة أيضا للزملاء الإعلاميين بأنه في حال مثلا وجود حادث على سبيل المثال احتراق خيمة، بقول لك حوادث كثيرة وجعل من الشيء الاستثنائي هو الظاهرة العامة في المخيم. يعني أنا سمعت هذا من قبل عطوفة المحافظ، سمعته أيضا من عطوفة زاهر بيك اللي اتحدث عن ضرورة أن تنقل الأحداث بحسب حجمها الطبيعي بدون تضخيم الحدث. يعني احنا بنتكلم عن مجتمع 120,000، هذا المجتمع بالتأكيد في الصالح وفي الطالح وبه الجرائم يعني وبه المشاكل الاجتماعية وغيرها من الأمور. الآن وسائل الإعلام دائما تبحث كما قال يعني الزملاء عن بعض الاستثناءات، فلا نعمم الاستثناء ليصبح ظاهرة. على سبيل المثال قضية وجود مثلا المخطوفين، يعني هي عبارة عن حالة واحدة ولم تؤكد بعد، ويمكن أن تكون صحيحة يمكن أن لا تكون صحيحة. لا نخرج بمنشطات إعلامية نقول حالات اختطاف واسعة مثلا في مخيم الزعتري، لأن هذا يعكس صورة سلبية أيضا عن الواقع ولا ينقل الحقيقة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال القضايا المتعلقة بالتهريب وهروب اللاجئين، هنا زاهر بيك تحدث عن مجتمع محافظ ولكن هذا المجتمع يوجد به أيضا بعض الطالحين، يعني ليس كل السلبيات، لا نجعل من السلبية هي الظاهرة العامة والصورة الكاملة ونخرج بانطباع بأن كل اللاجئين السوريين يعني يقومون بممارسات غير أخلاقية. هناك منهم من المحافظين العائلات المحترمة، أيضا هناك المجتمع المحلي الذي يحاول أن يسيطر ويتعاون مع أجهزة الأمن، وهناك بعض السلبيات كذلك، سلبيات عديدة جدا موجودة، نظهر الإيجابيات ونعظمها ونضع يدنا على السلبيات. هذا الانطباع المبدئي الذي خرجت به أخي حسين. الناطق الإعلامي في مخيم الزعاتري غازي السرحان رافق الوفد النيابي في زيارته التفقدية الذي أكد أن المخيم يستقبل يوميا 4,000 لاجئ سوري
وأن المخيم بحاجة إلى محطة تنقية مربوطة بشبكة الصرف الصحي في المخيم حتى لا تتلوث الآبار المحيطة به. يوميا حجم التدفق اليومي يصل عندنا لأربعة آلاف الآن، أمس وصل عندنا 3077 لاجئ سوري، هذا العدد مرشح يعني تبعا لازدياد العمليات العسكرية في الداخل السوري. إن لم يوفر محطة تنقية على وجه السرعة لهذا المخيم أعتقد سنكون في كارثة مائية وكارثة بيئية ستؤثر على الشمال والوسط ومناطق الشمال الشرقي حتى منطقة الرويشد ومناطق البادية. ودعني أشير إلى أنه هنالك 37 بئر تغذي محطة الزعتري، هي المورد الرئيسي للمياه لمناطق الشمال والوسط والمفرق. نخشى أن لا سمح الله يحدث عندنا عملية تلوث، نحتاج إلى محطة تنقية مربوطة بشبكة الصرف الصحي مع المخيم. السرحان قال إن البحرين قدمت للمخيم مجمعا تعليميا متكامل يستوعب 5000 طالب، وسيتم افتتاح مدرسة جديدة تتسع لخمسة آلاف طالب وطالبة وتوفر 120 وظيفة للأردنيين. قدمت مملكة البحرين مجمع تعليمي متكامل يعني يتسع لخمس آلاف طالب وطالبة. الهيئة التدريسية هي مشتركة أردنية سورية، معلمين ومعلمات سوريين وأردنيين. الآن يعني الطلبة على مقاعد الدراسة. أيضا أمس بالترتيب بين منظمة اليونيسف ومديرية التربية والتعليم للواء البادية الغربية هي التي تشرف على انتقاء المعلمين ومقابلاتهم وتهيئة الأكفاء منهم للقيام بأعمال التدريس داخل المخيم. تم افتتاح مدرسة يعني أيضا ستتسع لخمسة آلاف طالب وطالبة، وهذه المدرسة يعني نموذجية ومتكاملة ستتسع كما قلنا كمان ستوفر 120 فرصة عمل لأردنيين أيضا من أبناء المنطقة، وبالفعل أمس يعني كانوا على رأس عملهم داخل المخيم. وأثناء جولة نواب كتلة الوسط الإسلامي ضبطت كاميرا الحقيقة الدولية عمليات شراء مواد تموينية من اللاجئين السوريين لبيعها في الأسواق الأردنية.